السلام عليكم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، اليوم عندنا الدرس الخامس من الفصل السابع، موضوع طرح الكسور الاعتيادية، صفحة 128. فكرة الدرس: أطرح كسرين مقام أحدهما مضاعف للآخر. عندنا فقرة أتعلم: طول بلاطة مستطيل الشكل 1 على 3 متر وعرضها 4 على 15 متر، فكم يزيد طولها على عرضها؟ كلمة يزيد معناها طرح، كلمة يزيد معناها طرح. طول البلاطة 1 على 3 متر، 1 على 3 متر، عرضها 4 على 15. المطلوب كم يزيد طولها على عرضها، كلمة يزيد يعني ناقص طولها بمقدار شقد أطول من عرضها، 4 على 15، الطول ناقص العرض. تلاميذي، بنفس طريقة موضوع جمع الكسور الاعتيادية راح نطرح، من نطرح لازم نشوف المقامات، من نطرح لازم نشوف المقامات. إذا كانت المقامات متساوية راح ننزل مقام واحد فقط، ننزل مقام واحد فقط ونطرح البسط. أما إذا كانت المقامات مختلفة راح نساوي المقامات، راح نساوي المقامات. هنا عندنا المقام 3 وهنا المقام 15، الثلاثة لازم أساويها 15، أضربها في 5 يساوي 15، 3 في 5 يساوي 15. أيضا راح أضرب البسط في 15، في 5 أضرب البسط في 5. بما أنه ضربت المقام في الرقم 5 فلازم أضرب البسط أيضا في الرقم 5، 5 على 15 ناقص 4 على 15 يساوي، راح ننزل مقام واحد فقط 15، بعدين نطرح البسط، 5 ناقص 4 يساوي 1، 1 على 15. لذا طول البلاطة يزيد على عرضها بمقدار 1 على 15 متر. عندنا فقرة أتأكد، صفحة 129. أجد ناتج الطرح في أبسط صورة مستعملا النماذج. مستعملا النماذج يعني راح نرسم مثل هاي المستطيلات، مثل ما رسمنا المستطيلات بموضوع جمع الكسور الاعتيادية بنفس الطريقة راح نرسم المستطيلات، راح نرسم 3 مستطيلات لكل سؤال. عندنا السؤال الأول: 5 على 8 ناقص 1 على 8. قلنا بالبداية راح نشوف المقامات، إذا المقامات متشابهة راح ننزل مقام واحد فقط ونطرح البسط، أما إذا كانت المقامات مختلفة راح نوحد المقامات بعدين نطرح البسط. السؤال الأول: 5 على 8 ناقص 1 على 8، المقامات متشابهة إذا راح نطرح البسط فقط، ننزل مقام واحد ونطرح البسط، 5 ناقص 1 يساوي 4، 4 على 8 في أبسط صورة، في أبسط صورة يعني راح نبسط الناتج، الحين نقدر نصغر الناتج، نقسم الرقم، بما أنه الرقم 4 والرقم 8 يقبلون القسمة على 4 في آن واحد، إذا راح نقسم على 4 تقسيم 4، تقسيم 4 من جدول الضرب، 4 تقسيم 4 1 على 8 تقسيم 4 2، إذا الناتج في أبسط صورة 1 على 2، هاي أيضا صحيحة، 4 على 8 إذا تبقوها بهاي الصورة أيضا صحيحة، بما أنه قال في أبسط صورة إذا راح نبسط، راح نشوف البسط والمقام يقبل من القسمة على رقم في آن واحد، راح نقسم إذا 1 على 2 الناتج في أبسط صورة. عندنا بالنسبة لتمثيلها بالنماذج راح نرسم 3 مستطيلات، المستطيل الأول يمثل الكسر 5 على 8، والمستطيل الثاني يمثل الكسر 1 على 8، والمستطيل الثالث يمثل 4 على 8 اللي هو 1 على 2 يمثل الناتج. راح نقسم المستطيل بالاعتماد على المقام الكبير مثل ما تعلمناها بموضوع الكسور المتكافئة، راح نرسم المستطيل بالاعتماد على المقام الكبير. عندنا هنا المقام 8، المقامات متساوية، المقام 8 إذن راح نقسم إلى 8 أجزاء، راح نقسم كل مستطيل إلى 8 أجزاء، المستطيل الأول 5 على 8، المستطيل الثاني 1 على 8، المستطيل الثالث 4 على 8 يساوي 1 على 2، اثنيناتهم صحيحة. بالنسبة للمستطيل الأول راح نلون 5 أجزاء، 1 2 3 4 5، راح نلون 5 أجزاء. بالنسبة للمستطيل الثاني راح نلون جزء واحد فقط. الناتج 4 على 8 اللي هي نفسها راح نلون 1 2 3 4، 4 أجزاء،
أجزاء 4/8 اللي هي نفسها 1/2، يعني الكسران متكافئان. هاي بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، 10/12 - 3/4. راح نشوف المقامات، من المقامات مختلفة راح نساوي المقامات. 4 لازم أساويها 12، 4 أضربها في 3 الناتج يصير 12، 4 في 3 أيضا راح أضرب البسط في 3 يساوي، راح أنزل الكسر الأول، 10/12 - 9/12. المقامات متساوية، المقامات متساوية، إذن راح أطرح البسط يساوي، راح أنزل مقام واحد فقط، راح أطرح البسط، 10 - 9 يساوي 1، الناتج 1/12. الناتج في أبسط صورة 1/12، لأن ما نقدر نبسط أكثر من هاي، 1/12. بالنسبة للنماذج راح نعتمد على المقام الكبير، على الرقم 12، على المقام الكبير راح نرسم 3 مستطيلات نقسمها إلى 12، نقسمها على 12 جزءاً. بالنسبة للمستطيل الأول يمثل كسر 10/12، 10/12. المستطيل الثاني يمثل الكسر 9/12، 9/12. بعد ما وحدنا المقامات 9/12، المستطيل الثالث يمثل الناتج 1/12. المستطيل الأول راح نلون 10 أجزاء من 12 جزءا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 أجزاء، 10 أجزاء من 12 جزءا. المستطيل الثاني 9 أجزاء، نلون 9 أجزاء، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أجزاء. المستطيل الثالث نلون جزء واحد فقط. المستطيل الأول لونا 10 أجزاء، المستطيل الثاني 9 أجزاء، الناتج جزء واحد. السؤال الثالث، 11/15 - 3/15. المقامات متساوية، إذا راح نطرح البسط فقط، ننزل مقام واحد اللي هو 15، بعدين نطرح البسط، 11 - 3 يساوي 8، 8/15، الناتج 8/15. بالنسبة لرسم النماذج راح نرسم 3 مستطيلات، المستطيل الأول، المستطيل الثاني، المستطيل الثالث، مقسم إلى 15 جزءا بالاعتماد على المقام. 3 مستطيلات، كل مستطيل مقسم إلى 15 جزءا. المستطيل الأول يمثل الكسر الأول، 11/15. المستطيل الثاني 3/15، الناتج 8/15. المستطيل الأول راح نلون 11 جزءا من 15، المستطيل الثاني راح نلون 3 أجزاء، المستطيل الثالث اللي هو الناتج راح نلون 8 أجزاء. المستطيل الأول 11 جزءا، المستطيل الثاني 3 أجزاء، المستطيل الثالث لوننا 8 أجزاء. هاي بالنسبة للسؤال الثالث. أما السؤال الرابع، 1/2 - 3/10. المقامات نشوف المقامات ليست متساوية، راح نساوي الرقم 12 نضربها في 5، في 5، 2 في 5 10، أيضا راح نضرب البسط في 5 يساوي 5/10 - 3/10 يساوي، المقامات عندنا المقامات 10، راح ننزل مقام واحد فقط، 5 - 3 يساوي 2، 2/10 راح نشوف الناتج، 2/10 البسط والمقام يقبلون القسمة على الرقم 2 في آن واحد، راح نبسط الناتج، يعني راح نسوي، راح نطلع رقم أصغر من هذا الرقم 2/10، يعني راح نقدر نقلل الناتج، نقدر نقلل الناتج نسويه في أبسط صورة. تقسيم 2، 2 تقسيم 2 من جدول الضرب، 10 تقسيم 2، البسط والمقام يقبلون القسمة على الرقم 2 في آن واحد، إذا راح نقسم حتى نبسط الناتج، 2 تقسيم 2 يساوي 1،
10 تقسيم 2 يساوي 5. 1 على 5 الناتج في أبسط صورة، الناتج في أبسط صورة. بالنسبة لي النماذج راح نرسم 3 مستطيلات مقسمة، كل مستطيل مقسم إلى 10 أجزاء بالاعتماد على المقام الكبير. المستطيل الأول يمثل الكسر 5 على 10، 5 على 10. المستطيل الثاني 3 على 10. المستطيل الثالث 2 على 10 اللي هو نفسه 1 على 5. بالنسبة للمستطيل الأول راح نلون 5 أجزاء، 1 2 3 4 5. المستطيل الثاني راح نلون 3 أجزاء، 1 2 3. المستطيل الثالث راح نلون جزئين، 1 2. هذا بالنسبة للسؤال الرابع. أما السؤال الخامس، 7 على 9 ناقص 1 على 3. المقامات مختلفة، 3 لازم أساويها 9، 3 في 3 يساوي 9، 3 في 3 إذا لازم أضرب البسط أيضا في 3 يساوي 7 على 9 ناقص 3 على 9 يساوي الناتج. راح ننزل مقام واحد فقط، نطرح البسط، 7 ناقص 3 يساوي 4، الناتج 4 على 9. بالنسبة للرسم راح نرسم 3 مستطيلات، كل مستطيل مقسم إلى 9 أجزاء بالاعتماد على المقام الكبير، بالاعتماد على المقام الكبير. بالنسبة للمستطيل الأول يمثل الكسر 7 على 9، 7 على 9. المستطيل الثاني 3 على 9، الناتج 4 على 9. بالنسبة للمستطيل الأول راح نلون 7 أجزاء، 1 2 3 4 5 6 7. المستطيل الثاني راح نلون 3 أجزاء، المستطيل الثالث راح نلون 4 أجزاء. السؤال السادس، 8 على 10 ناقص 2 على 5. المقامات ليست متساوية، راح نساوي المقامات، 5 في 2 يساوي 10، 5 أضربها في 2 الناتج يطلع 10، 5 في 2 أيضا البسط لازم أضرب البسط في الرقم 2 في 2 يساوي 8 على 10 ناقص 4 على 10 يساوي، راح ننزل مقام واحد فقط، 8 ناقص 4 يساوي 4، 4 على 10 بما أنه البسط والمقام يقبلون القسمة على الرقم 2 في آن 1. إحنا راح نشوف من جدول الضرب، 4 تقبل القسمة على 2، 10 تقبل القسمة على 2، فلازم نبسط الناتج لأن بالسؤال يذكر الناتج في أبسط صورة، في أبسط صورة. 4 تقسيم 2 10 تقسيم 2، 4 تقسيم 2 يساوي 2 على 10 تقسيم 2 يساوي 5، الناتج 2 على 5 في أبسط صورة. بالنسبة للمستطيلات راح نرسم 3 مستطيلات مقسمة إلى 10 أجزاء متساوية. المستطيل الأول يمثل الكسر 8 على 10، المستطيل الثاني يمثل الكسر 4 على 10، المستطيل الثالث يمثل الكسر المستطيل الثاني يمثل الكسر 4 على 10، المستطيل الثالث يمثل الناتج 4 على 10 اللي هو 4 على 10 اللي هو يساوي 2 على 5. اثنيناتهم كسران متكافئان، يعني نفس الكمية، نفس الكمية. بالنسبة للمستطيل الأول راح نلون 8 أجزاء، بالنسبة للمستطيل الثاني راح نلون 4 أجزاء، أيضا بالنسبة للناتج المستطيل الثالث راح نلون 4 أجزاء. هاي بالنسبة للسؤال السادس. أما السؤال السابع، 1 على 6 ناقص 1 على 24. المقامات ليست متساوية، راح نساوي المقامات، 6 لازم أساويها 24، 6 أضربها في رقم بحيث الناتج يطلع 24 من جدول الضرب رقم 6، 6 في 4 يساوي 24، أيضا الوسط لازم أضربه في الرقم 4 يساوي 4 على 24 ناقص 1 على 24 يساوي الناتج، راح ننزل مقام واحد فقط، 4 ناقص 1 يساوي 3. نقدر نبسط الناتج أكثر، نعم، من جدول الضرب رقم 3، 3 تقسيم 3، 24 تقسيم 3، من جدول الضرب رقم 3، 3 تقسيم 3 يساوي 1، 24 تقسيم 3 يساوي 8، لأن
ثلاثة في ثمانية يساوي 24. الناتج في أبسط صورة، الناتج في أبسط صورة. بالنسبة للرسم، بالنسبة لرسم النماذج راح نرسم ثلاث مستطيلات بالاعتماد على المقام الكبير، على المقام 24. راح نرسم ثلاث مستطيلات، كل مستطيل مقسم إلى 24 جزءاً. المستطيل الأول يمثل الكسر 4 على 24. المستطيل الأول يمثل الكسر 4 على 24. المستطيل الثاني يمثل الكسر 1 على 24. المستطيل الثالث يمثل الناتج 3 على 24، اللي هي نفسها 1 على 8. بالنسبة للتلوين، راح نلون بالاعتماد على البسط. المستطيل الأول راح نلون 4 أجزاء، المستطيل الثاني راح نلون جزء واحد فقط، المستطيل الثالث راح نلون 3 أجزاء. هاي بالنسبة للسؤال السابع. السؤال الثامن واجب بيتي. السؤال الثامن 3 على 4 ناقص 5 على 8، انتو تحلوها. السؤال التاسع، طول ممر للمشاة في إحدى الحدائق العامة 7 على 9 كيلومتر، قطع منه أياد 4 على 18 كيلومترا، فكم كيلومترا بقي من الممر؟ طول الممر، الطول الكلي للممر 7 على 9 كيلومتر، قطع منه أياد يعني الطريق نقص، يعني الطريق قل 4 على 18 كيلومتر. المطلوب كم كيلومترا بقي يعني طرح، كلمة بقي يعني طرح، كم كيلومترا بقي من الممر؟ قلنا الطول الكلي للممر 7 على 9 كيلومتر، 7 على 9 كيلومتر ناقص الجزء الذي قطع منه أياد 4 على 18. 7 على 9 ناقص 4 على 18 يساوي كلمة بقي يعني قلنا يعني طرح، يساوي بالبداية راح نشوف المقامات. المقامات ليست متساوية، راح نساوي المقامات 9 لازم أساويها 18، 9 أضربها في رقم بحيث الناتج يطلع 18، 9 في 2 يساوي 18، أيضا 7 في 2 14 على 18 ناقص 4 على 18. المقامات متساوية، راح نطرح البسط فقط، راح نطرح البسط فقط، ننزل مقام 1. 14 ناقص 4 يساوي 10، 10 على 18، 10 على 18 طول الممر المتبقي. هاي بالنسبة للسؤال التاسع. عندنا فقرة أفكر صفحة 130، سؤال رقم 20. اكتب مسألة تتطلب إيجاد ناتج طرح 5 على 24 من 3 على 8، ثم أجد الناتج في أبسط صورة. 5 على 24 من 3 على 8، هاي أخذتوها بالصف الثالث الابتدائي بموضوع الطرح. اكتب الرقم الذي يأتي بعده كلمة من في البداية، يعني 3 على 8 ناقص 5 على 24. الكسر الذي يأتي بعد كلمة من راح نكتبه في البداية، راح نكتبه في البداية. 3 على 8 ناقص 5 على 24، راح نكتب مسألة صندوق فيه تفاح، أكل محمد 5 على 24 من التفاح، وأكل مازن 3 على 8 من التفاح، كم يزيد ما أكله مازن على ما أكله محمد؟ عندنا التفاح الذي أكله مازن 3 على 8، التفاح الذي أكله محمد 5 على 24. المطلوب كم يزيد ما أكله مازن على ما أكله محمد؟ يعني من منطوق السؤال نفهم أنه ما أكله مازن أكثر من ما أكله محمد. كم يزيد يعني ناقص، كم يزيد يعني طرح، كلمة يزيد يعني طرح. ما أكله مازن يعني بمقدار شقد ما أكله مازن أكثر من ما أكله محمد. إذن الكسر 3 على 8 ما أكله مازن ناقص 5 على 24 ما أكله محمد، 3 على 8 ناقص
5 على 24. المقامات ليست متساوية، راح نساوي المقامات. 8 في إشقد يطلع الناتج 24. 8 في 3 يساوي 24. 8 في 3 أيضا البسط في 3 يساوي 3 في 3. 9 على 24 ناقص 5 على 24 يساوي، راح ننزل مقام واحد فقط، 9 ناقص 5 يساوي 4. 4 على 24 الناتج في أبسط صورة. نقدر نقسم البسط والمقام على الرقم 4 من جدول ضرب رقم 4. 4 تقسيم 4، 24 تقسيم 4 يساوي 1 على 24 تقسيم 4 6، يعني 6 في 4 24. الناتج في أبسط صورة، 1 على 6، 1 على 6. واجبكم تلاميذي تقرون موضوع طرح الكسور الاعتيادية صفحة 128، أيضا تحلون سؤال رقم 8 من كتاب الرياضيات صفحة 129. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.